في أستاذ من الأساتذة كان بيوم من الأيام يسأل الطلاب بالصف إذا في حدا بيعاني من هذا الموضوع، فرحت له بعد الحصة أقول له، وقال لي تمام ما فيك إشي. بعد الحصة بعد ما خلصت يعني وكل شيء، أحصاي شفته بحكي عني وبتمسخ على طريقة حكي ومن هذا النوع، والموضوع هذا كثير أثر علي. وإنت بتحكي جملك بتضلك تفكر فيها؟ كنت كثير أعمل هيك وأظل أفكر وأحاول أتجنب الكلمة كلها. شادي من الأشخاص اللي زي كثير من أقاربنا وأصدقائنا عنده مشكلة بسيطة جدا، وهي اللدغ بحرف الراء، ولكن نتيجة لهاي اللدغة تعرض للتنمر بشكل كبير جدا، وصلوا لمرحلة بأنه حاول أن يقطع لسانه بإيده. نيجي لفكرة البيئة المدرسية. شادي عنده مشكلة بسيطة جدا وهي اللدغ بحرف الراء، كيف تقبلك الصف؟ بشكل عام في المدرسة أنا أصلاً بسبب هذا الموضوع ما كنت كثير أحكي، يعني حتى في المدرسة ما كنت كثير أشارك نهائياً عشان كنت أخاف تبين الموضوع، ولكن الناس اللي انتبهوا لهذا الموضوع كانوا دائماً مثلاً يتنمروا ويتمسخروا، مثلاً أنه أنت ليش هيك بتحكي، تنمروا كثير من هذا النوع يعني بشكل عام. وحتى في أستاذ من الأساتذة كان بيوم من الأيام يسأل الطلاب بالصف إذا في حدا بيعاني من هذا الموضوع، فرحت له بعد الحصة أقول له، وقال لي تمام ما فيك إشي. بعد الحصة بعد ما خلصت يعني وكل شيء، أحصاي شفته بحكي عني وبتمسخ على طريقة حكي ومن هذا النوع، والموضوع هذا كثير أثر علي. وإنت بتحكي جملك بتضلك تفكر فيها؟ كنت كثير أعمل هيك وأظل أفكر وأحاول أتجنب الكلمة كلها. هل تعرضت من بيئتك الداخلية، بيئة العائلة، لنوع من أنواع الاستهزاء أو التنمر؟ صارت بس من مين؟ مش من أفراد أسرتي نفسه، من أفراد من العيلة من البعيد يعني، بس للأسف يعني كانوا دائما يستمروا بالموضوع، والشي كان فعلا كثير أثر علي، خليني مثلا أفكر مثلا بطريقة مش كويسة، مش طريقة إيجابية. بشكل واضح كنت فكرت بالانتحار بسبب الموضوع هذا، إنه كثير كان متعبني نفسيا. إيش اللي صار؟ ما من المات زي ما قلت قصة الأستاذ اللي صارت معي هاي، وكمان يوميتها بنفسها كمان تنمى علي حدا من أفراد العائلة. هون أنا وصلت لمرحلة مش حابة أوضح من هو، بس إنه إيش طب إيش حكالك؟ قال لي إنه أنت بتعرفش تحكي، مع إنه أنا بعرف حكي كويس، بتعرفش تحكي وإحنا مش فاهمين عليك، وصارت مسخة على الموضوع كثير، وكنت صغير أنا ساعتها 15 سنة كأنه. فلما حكالي هذا الحكي كثير أثر علي، فرحت على الغرفة عندي ومسكت مقص وحاولت أقطع لساني، بس يعني الله سطاها يعني معي. كيف؟ مين اللي أوقفك؟ أنا لحالي لما حسيت بالوجع، وحسيت كمان كان عندي كمان وازع ديني ممكن نحكي، فوقفت الموضوع، بس يعني حسيت يعني بالوجع وقفت ممكن نحكي. من وين خطرت لك فكرة أنك تروح تجيب المقص وتحاول تقص لسانك؟ ما بعرف، حسيت أنه أنا غاع على الناس، ليش هيك مثلا الله بيعملني مثلا، فأجتني أفكار كثيرة هيك من نوعية هاي السوداوية، وكان في مقص جنبي فعملت هيك. جرحت لسانك؟ جاها. وبعدين قررت خلاص أنك تغير فكرتك؟ لا، ظلت عندي أفكار أنه انتحارية وكذا، من الموضوع أنه كثير كان مأثر علي، بس الحمد لله يعني ما في إشي، يعني لسه ما وصلت لها الموضوع. لو واحدة بيوم الأيام حكت لك أنا صعب أرتبط فيك عشان هذا الموضوع، هو حقه بصراحة يعني ما بقدر. ليه حقه؟ يعني كل إنسان له الحق إنه يختار الشريك اللي بناسبه، يعني بلبل زي ما بيحكوا احتياجاته، فبخاف إنه مثلا تأخذ إنه الكلام مسخة بشكل عام، لأنه عندها يمكن تصور مسبق إنه أنا بين قوسين أهدى. مش ناوي بحياتك تبادر؟ ما بعرف حاليا لا. حاسس في إشي صادك من إنك تبادر؟ كثير شغلات يعني بشكل عام. شادي، رسالة لأي حدا ممكن يكون بيعاني من اللي أنت عانيت فيه، لدغة بحرف وصلته لهاي الأفكار السوداوية، شو بتحكي له؟ كلمة واحدة مش أحكي جمل مش كلمة. بشكل عام هاي مش مشكلة يعني كبيرة كثير من وجهة نظري حاليا، أنا بحكي شادي حاليا هيك بقول. أنت انتقلت من اللي جاب المقص لشادي اللي هلا عم بعطي تجربته للناس، اللي بحل مشكلته ومشكلة الآخرين 100%. شكرا لك شادي.